كانت ميليشيا الحوثي الوباء الذي ضرب قلب الدولة وملأ رئة البلاد بدخان الحرب. في 21 من سبتمبر اجتاحت عناصرها القادمة من جبال صعدة قلب المدن الرئيسة وتوغلت في مفاصل الدولة لتصيب البلد بالشلل والانهيار. فبعد أن سيطرت على المؤسسات عينت عناصرها في المفاصل الحساسة للمنشآت واستحوذت على الوظيفة العامة حتى اختلت بالكامل. الخدمات العامة نالت النصيب الأكبر من التدهور الذي صاحب انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة. فالحرب التي أعلنتها وكانت عود ثقاب التي أضرمت نيرانها تسببت بتدمير الطرقات والخدمات، فقطعت سبل التواصل بين المحافظات وانتشرت النقاط التابعة لها على امتداد الطرقات الواصلة بين المدن والأرياف. كما عم الظلام جميع أنحاء البلاد بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتوقف عمل المولدات، لتنشئ الميليشيا بعد ذلك محطات مصغرة في عموم أحياء المناطق الخاضعة لسيطرتها تتبع مستثمرين موالين لها لتحول الخدمات العامة إلى سوق سوداء. النظام الصحي أيضا أصيب بالتدهور لدرجة انهيار المنظومة كلها، حيث انتشرت الأوبئة لا سيما وباء الكوليرا الذي وجد من تدهور الخدمات العامة بيئة مناسبة له. كما عادت إلى البلاد أوبئة عرفتها قديما وتسببت بمقتل المئات كالدفتيريا وحمى الضنك. وقد وصل عدد الإصابات بوباء الكوليرا وحده قرابة المليون، توفي منها 2000 شخص بحسب منظمات دولية. أوبئة لم تجد لها دواء بسبب انقطاع منافذ الدخول التي يمكن من خلالها إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وكهذه الأوبئة كان الوباء الأكبر المتمثل بالانقلاب يتفشى في مفاصل الدولة يوما بعد آخر، حتى أصيبت بالشلل التام.